عملت كثير عمليات في تركيا. الإصابة ما كانت سبب للإعاقة أو تقعدني في البيت ومواصلت دراستي والعمل اللي أنا كنت عم بشتغل عليه. بحثت كثير عن عمل، كان فريق ملهم هو يعني جهتي الحمد لله رب العالمين اللي لقيت هدفي فيها. اي شخص من الطلاب، اي حدا بيجي ناقصه معلومه بحاول اقراله الكتب القصص، اي نقص اللي عندهم بحاول انا كفي لهم اياه. فاني الاجواء اللي انحرموها او هالاغلب بينحرموها بجو الحرب دائما صار الطلاب في عندهم نقص في التعليم. نصيحتي لكل شخص مثلي انه مثلا في وضعي انه كاصابه شلل، اطلع لبرا شوف الحياه كثير حلوه، لا تقعد في البيت، وقاده البيت كثير بتحطك، كثير بتنقص من عمرك.